أمك كانت بتولد في الأوضة دي، وأنا وأمي كنا واقفين في الشباك بنبص على اللي بيحصل تحت. شفناه وكلهم هاجمين عليه. أوه هاب، ما حدش كان واقف معاه، كان أسد وسط كلاب. كانوا ثلاثة مع عبدول، دعيدر وهيمة ومنو. حواديتك الهايفه الكدابه. وعشان يدفلوا اللي حصل مع حسن كان لازم يقطعوا لسان سعدون. قطعوا لسانه وراه تجيبوه وتجيبوا لسانه قبل منه. احنا كنا سمعنا بيقول انها بتولد، استنينا لما الحته فضيت منهم وجرينا عليها. مفيش حد يقابلك، تعالي. طب يلا بينا نشوف الولايه اللي بتولد. كبدي عليك يا حسن. طب مدي قابلتي حد يفهم يرجع تاني يشوفني. ما احنا كنا ساكنين في البيت اللي قصادكم ده، وانا فضلت ساكنه فيه لغايه ما اتجوزني الجدني وخدني الربع. هنا أمك كانت بتولد هنا. على نص الشارع نادي ام رازي، هو هي هترد عليك. هاتيها وتعالي على طول، وانت خليكي هنا. معلش يا اختي، معلش يا اختي. ولدتك يا سعد كانت كل الوقت بتسأل على حسن، لحد ما نقطة اتسحبت من لسانها والدايه بتلفك. وبعدين ندهت ندى واحدة بس، وراح. وهي وداني التكية. انت كنت مطلوب. مطلوب؟ مطلوب وانا راضيها. أمي شافت أيام سودة وهي بتحميك، خدتك معاها في كل حتة، نقلتك من واحدة لواحدة علشان تخبيك عن عينيهم، وفي الآخر اتقتلت. قتلها عبده، قتلها علشان مرضيتش تدلي على مكانك. محدش نجدك غير الهانم. جولنار. جولنار هانم خدتك التكية عند الشيخ، ومن الشيخ رجعت تاني عندها. وهو كان ورا ده كله؟ ايوه، وانا ده اللي رعبني. ده لو عرف انت هتبقى مطلوب من الاتنين.
كده العالم هيتنفس الصعدات زي ما بيقولوا في الصحف بالظبط. صعدات ايه يا باشا؟ ده يجي كم مليون واحد راحوا فيها. وبعدين مش لما نتاكد الاول؟ مجاز منورات وتمويه، ده شغل حرب. الكلام ده من جوه قصر الطباره، مكتب المندوب السامي بنفسه. انا قريت التقرير وممكن اقول لك نصه. مساء الخير يا باشوات. اهلا وسهلا سعد. الحرب خلصت، هيعلنوا الهدنه كده. طب كويس كويس. عزت يا عزت تعالى اركب معايا. على فين بس؟ فهمني، عايز اتكلم معاك يا اخي في موضوع مهم. طب ما احنا كنا بنتكلم جوه. عايز اتكلم في حته تانية، مش عايز حد يشوفنا يا اخي. بص، لو كلام عن الهدنه ووقف الحرب يبقى مع صاحبك برنار بتاع السوق. لا لا مش كده خالص. طب لو كلام عن البنتين اللي محيرينك برضه مش وقته. يعني لا وقت ينفع ولا وقتك يا رجل الاعمال. انت ليه مش عايز تسمعني الاول؟ انا محتاج اتكلم معاك في موضوع مهم. طب ممكن نخليها بكره. بكره؟ معلش عندي مشوار مهم لازم انجزه الليله. وليك عليا بكره يا عم، نتقابل هنا ونتكلم زي ما انت عايز. ماشي، سلام. دلوقتي لقيت اسمك وبقيت قدام نفسك سعد الحقيقي ابن حسن المصري. كنت كائن من غير اسم ومن غير روح. دلوقتي استرديت روحك، لكن معاها استرديت حساب قديم طار ابوك وحقه. هتعمل ايه يا سعد؟ هتعمل ايه مع كل دول؟ الخطر حواليك من لحظة ما تصحى الصبح وتشوف عثمان قدامك. رتب دماغك يا سعد، رتب دماغك بسرعة. خيار يا لوبيا. هاي ما قلت لوبيا.
مروة حلاوة يا بنو ميه، تعالوا يا بنو ميه. ايه مش سامع الخبط؟ ايه عالي اللي حدفك عليا بدري كده؟ معزتك عندي يا معلم هي اللي حدفتني عليك، ده انت اقرب لي من المأمور. قصر البي سعد، البي سعد كان ماشي امبارح بالليل مع عساكر وعم جاد. وراحوا فين؟ معرفتش، ما قدرتش اشوف، الدنيا قضلنا قوي. لا كده تبقى إخبارية ناقصة حلوة. عموما أنا حاسس إن الجدع اللي اسمه سعد بيه ده هياخد الحتة كلها السكة ما تريحكش، فعشان كده أنا لقيت مطرحين خلاص بعيد عن هنا. مطرحين؟ أيوة، مطرح أتجوز فيه ومطرح ليك يا معلم في الدرب الأحمر. ومين قالك إن أنا عايز أروح هناك؟ الحكومة. حكومة؟ أيوة الحكومة، ده أنا جبت واسطة هناك تنقلك شيخ حارة برضو. أنت شغال جاسوس لمين بالظبط؟ لأبويا ولا للمأمور ولا لمين بالظبط؟ ورد، ما هو يابا ليه حق يتنطط علينا كل شويه، وانا بقى المفروض اعصر على نفسي لمونه واقول له اهلا وسهلا. ما ترجع له فلوسه يابا. يا ورد، ده انا شريكي ومقدر. يا عم مش عايزك تشتريني ولا تقدرني ولا عايز اشوف خلقتك دي تاني. روح دلوقتي يا علي. بس كده يا معلم السكه بقت سد. قلت لك روح دلوقتي يا علي. طب اجي بكره. علي خلاص يا معلم، حاضر. يلا حاضر. انت ايه حكايتك بقى؟ فكرك مش هعرف ألمك ورايحة تتحامي في سعد بيه وعيني عينك قدام الحوش؟ لأنه فعلا بيقدر يحمي، ما هو طلعهم من الحبس اللي انت رميتهم فيه. وكمان بتقولي ان انا اللي رميتهم في الحبس؟ الجاسوس بتاعك اللي انت عايز تتجوزهوني هو اللي بيقول. وحجوزهولك يعني حجوزهولك. ولو فكرتي ان انت تروح عند خالتك هروح اتبعها قبل ما تخطي المغربلين. يعجبك الكلام؟ طب وليه يابا ما تسيبنيش في حالي وتروح للست اللي مرجعاك امبارح تكلم روحك، وبدل ما تتبع خالتي وتدفن عساكر زي ما دفنت قبلهم في الصحراء؟ جبت الكلام ده منين؟ انت اللي قلت امبارح بعد ما شربت الزفت اللي انت بتشربه، وسيب ايدي، ولو مديت ايدك عليا تاني مش هتشوف خلقتي، وابقى فطر روحك، انا رايحه اطلع على عساكر. تعالي هنا. عايزه يابا هتقولي لها طبعا على الكلام اللي قاله على الحصري مش كده؟ يابا انا عمري لا فتنت ولا اتجسست على حد، وسيب ايدي بقى، يا اما هات سكينه ودبها في صدري. ورد ورد يا نعم. قولي صباح الخير الاول يا ورد. يجي الخير منين بس يا طاهر؟ وده عشان اللي حصل معانا امبارح ولا بسبب الخرتيت ابن الحصري؟ من كله. يبقى خلاص لازم نتكلم ونلاقي لها حل يا ورد. حل ايه؟ لو بقيت مراتي وفي عصمتي مفيش بني ادم ليه حكم عليكي. انا رايحه لعساكر. وانا طبعا يا باشا ما اقدرش اكسر كلمه لسعد بيه عشان خاطر سعادتك. خرجتهم. خرجتهم من غير ما تعرف منهم حاجه؟ ما لحقتش سعادتك. ما لحقتش يعني ايه؟ القهوه سعادة الباشا. مش انا قلت حد ينده سعد من فوق يا بني ادم؟ صباح الخير. صباح الخير. اتفضل يا سعد. ناس مين اللي خرجتهم؟ الله، ده انا قلت ممتاز بيه فهمني، ما اني شرحت له قبل كده وجهة نظري. هو حكاية انك تقدر تشغل الناس في الحارة دي ما تقولش انها ما يهمنيش يا ممتاز بيه الكلام ده. انا ممكن اشغل اي حد تاني غيرهم، لكن اننا نتطلهم وهم على اتصال مع المجرمين لا يا سعد. هي النقطة دي بالذات أنا مرضتش أوضحها الممتاز بي بصراحة. طيب وضح له ووضح لي، هو راجلنا ولازم يفهم نفكر إزاي. الأسلوب الميري مع الناس هنا في الحارة مش هينفع، علشان نعرف إيه اللي جوه دماغ الناس دي ونشوف اللي إحنا مش شايفينه. على فكرة أنا جبت امبارح الدكتور لعساكر بعد ما خرجت من الحجز. دكتور كمان؟ بلغني ده برضو يا سعد بي. برافو. من عساكر والناس اللي زيها هقدر اعرف اللي حضرتك ما بتعرفوش غير بالمخبرين. لو في خطر علينا او على اشغالنا مصالحنا او على الانجليز اللي احنا جايبينهم هنا هعرفه وهم في حضن. انت بتتكلم عنهم كأن ليهم وزن او مصدر خطر حقيقي. ايه ده؟
الكلام ده هيقلق المأمور، كأنك بتفترض انك في مواجهة بريطانيا العظمى. دول جرابيع يا سعد. الجرابيع سعد بيبقوا اخطر في مواجهتهم من بريطانيا العظمى. بس ده مش كلام في السياسة ممتاز بيه، تفتكرني بتاع سياسة وتروح تبلغ عني. انت بقيت داهية. وانا هقول حاجة كمان لو تسمح لي يا باشا، هي يمكن تضايق ممتاز بيه بس ارجو انه يتقبلها برحابة صدر. قول قول من غير مقدمات، انت فعلا شكلك زي بتوع السياسة. انا رأيي ان الطريقة القديمة في التعامل والسيطرة على الحارة كانت افضل من الطريقة الميري، الا العسكر والنقطة. هو سعادتك تقصد ايه بالظبط بالطريقة القديمة؟ الفتوات. فتوات ايه اللي بتتكلم عليهم؟ كلام غريب خالص سعادتك، فتوات لسه في كل حتة، انما هنا خلاص حكومة. لا ما ده مش هيلغي دور النقطة ولا دور ممتاز بيه، ده الاسلوب اللي هيساعد مع اسلوبي عشان نوصل للي انا عايزه. يساعدك. يا فرحة عبدون بالكلام ده. لا يا باشا، ما هو مش هيرجعوا بالنبابيت ولا باسلوب اللي تاوى، دول هيمشوا زي ما انا هوجهه. دول تعابين يا سعد. وانا الحاوي اللي هيقدر يلعب التعابين. سنة كبيرة. انا كنت جاي. انت جيت على سيرة التعابين يا يعقوب. اصل برنار عند التكية. ايه؟ هو هيجي لسعادتك بس بعد الجماعة اللي معاه ما يعين. يعين؟ ما التكية مقفولة. يعني هما هيبصوا كده من بره ولا حاجة. بصوا، فين يوسف؟ في البيت لسه. طب قول له يروح له وخلي برنار يجي يقابل سعادة الباشا. بسرعة. تأمرني بحاجة تانية يا يوسف افندي؟ ثانك يو شحاتة. هو انا غلطت في حاجة يا يوسف افندي؟ متشكرين يا شحاتة. ايه ده؟ انت لسه بتفطر؟ في ايه يا عم يعقوب؟ التعبان الكبير عند التكيه. برنار؟ ايوه، وجايب مهندسين وناس من الحكومه عايز يثبت ملكيته بالحجه الاوطه اللي هي معاه. ما هو عملها ولو دراعه عثمان، وانت قلت لي من الاول سيبه هو اللي هيقدر عليه. مصيبه. معنى كده ان الحجه اللي دفعنا فيها سر الذهب لابن الحصري هنبلها ونشرب ميتها. سعد بيقول لك حصله. طب ما تروح تكلمه يمكن يساعدنا لو فهمته. سعد؟ عايزنا فاهم سعد؟ قلبك ابيض يا ابو يوسف، الظاهر مشوار طويل قوي مع الناس دي كلها. اتفضل مستر برنار. صباح الانوار المشرقه يا عثمان باشا. ما شاء الله، دي الحكومه كمان مشرفه. ممتاز بيه مامور النقطه. تشرفنا يا فهد. اهلا وسهلا. والله انت وفرت علي المشوار. I need a touch of your security. محتاج فعلا لشيء من الحراسة التكية بعد ما نستلمها ان شاء الله. يا خواجة انت جاي من النجمة، يعني هي التكية هتطير؟ انا قلت الحقك عشان تبقى مع المهندسين وبتوع المساحة واحنا بنستلم التكية. ده شيء يهمك يا سعد بيه ويهم سعد الباشا طبعا. كل دول جايبهم معاك يا برنار؟ هو سعادتك هتهد وتبني؟ لا 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 لا، اصل التكيه دي فيها مدافن سريه للاجداد. يس، امال احتمال كبير مدافن زي دي يكون فيها مخطوطات، يكون فيها اثارات، اشياء من هذا القبيل. انا جايب لجنه علشان تستكشف المكان. ده بونابرتا بقى داخل الحاره، ما كان جايب برضو كده بأس علمية لما كان داخل يكتشف مصر. الله يا سعد بيه، الضرورة ليها أحكام. أنا قلت قبل ما نحط التكية موضع استثمار أنا والباشا نستكشف حقيقتها ولا يا باشا؟ إلا بقى إذا كان سعد الباشا يعني عايز يشيلها من الشراكة بتاعتنا، أنا ما عنديش مانع. سعد بيه قدامك تقدر تتفاهم معاه. طيب انا مطلوب مني حاجه تانية سعادتك. ما انا قلت اتاتش اوف يور سيكيورتي يا بيه، وحد يفتح لنا البوابه. الحجه مع سعادتك؟ ايوه يا فندم موجوده. طيب لو سمحت لي ابعت لك شيخ الحاره يطلع عليها ويسجلها. عبدون يسجلها؟ ده ما بيعرفش الالف من كوز الدره. ما هو معاه صبي المعلم. لا لا لا،
سعد هيعمل منها صوره بالزنكوغراف. صوره؟ ودي مش مساله صعبه دي؟ ما تقلقش يا خواجه، ممكن ابعت حد من عند يوسف يخلصها لك هوا في ساعه. هما هيرجعوا الدراويش ولا ايه؟ دراويش ايه بس يا خلف اخويا؟ دول اجانب جايين يشتروا قلبك ابيض. هو مش اللي دخل ده برضو سعد بيه ولا انا مش واخد بالي؟ شفت يا عم يعقوب؟ ولا كأننا موجودين. فعلا لك حق، أنا قلقان من الكلام ده، بس إحنا حقنا زي حقه بالظبط، عظم جدودنا وجدوده. ما هو يبقى نتفاهم معاه أو نفضحه. هو لا يهمه عظم جدوده ولا جدودك، ولا تقدر تفضحه يا عم يعقوب. دي لعبة كبيرة قوي، لعبة بيزنس وفلوس. هو يقلبها مزار وبازار وعبادة وتجارة. والله اعلم اللي في دماغه تاني. الله، وسعد رايه ايه وسيدنا الكبير؟ الله اعلم اللي في دماغه، بس دي سهله قوي. انا اعرف من سعد بنفسي. ايه يا يوسف؟ مش تشوف شغلك؟ خد الحجه من الخواجه واعمل منها صوره بالزنكوغراف. واستنى لي في المكتب عشان رايح مشوار. تحت امرك سعد. عبدون بيتهرب منك بحجة ان عساكر وسعد بيه بيأول بيت عليه وضدك. ايوه، يبقى خلاص بلغوا بقى دلوقتي ان البيه اللي خرجهم من الحبس وبيروح لهم بالليل زي ما شفته بيبيع التكية دلوقتي وبيقبض زي ما بيتدحلب مع الكل عشان يجيبهم تحت رجليه بما فيهم الواد طاهر ابن الدالي اللي عينه من البيت. خلي عبدون بقى يعمل حاجة بدل ما هو راقد على الفلوس اللي خدها منك وسايبك ترن. يا إما يفوق بنته يا إما يجيب فلوسها. ما تبقاش حمار يا علي. طب ما تفوق انت كمان عساكر وعم جاد وكل اللي واخدهم تحت بطاطه دول. حاضر يا سيدي، هروح دلوقتي، بس اتحرك انت. حاضر يا ابويا. بقولك ايه يا هلا؟ حمي النار على الآخر عبال ما اجيلك. حاضر يا معلم. حد شافك وانت بتودي الحاجه لسعدون؟ ولا حد شافني وانا خارج، اطمني. طب لو شافوا واحد جربه زي اللي اسمه علي ده، ما هو هيبلغ فيه على طول، ده جاسوس. لا ما تخافيش، ما انا متفقه مع طاهر برضه. متفقه معاه على ايه؟ لو حد شافني هقول ان انا بطلع على المطرح قبل ما اجره من قرايب المرحومه مرات حسن المصري. الله يرحمهم بقى. هو المستخبي ده من الدراويش عساكر؟ لا، ده كان صاحب حسن، وبعد ما قتلوا حسن قطعوا لسانه، دخل التكية وطلعوا عليه انه هرب بره الحارة وان هو اللي ورا قتله. اختار واحد مقطوع لسانه ما يقدرش ينطق بالحقيقة واتهموه ولاد ال... مين دول يا عساكر؟ اللي عملوها بقى يا ورد. يا عساكر، صوت ابو المخفي اللي اسمه علي ده. تعالى يا حصري. الله الله الله، ده طاير هنا وبنت شيخ حارتنا كمان. خير يا اخويا؟ بطمن عليكي، ده انت وامك كنتوا حبايب المرحومه انيسه. الله يرحمها بقى، كانت اجدع منك. اه فعلا، خلت شيخ التكيه الله يرحمه يا ورد يدعي لها عشان تخلف، وخلفت قبل ما تموت بسنتين. ايه يا اخويا، انت جاي تطمن عليا ولا جاي ترجع الزمن القديم؟ بصراحه انا جاي اقولك ان الفار بيلعب في عبي. احنا طول عمرنا ما شفناش من السرايا دي غير كل شر. كلام مش جديد. بس الجديد البيه ده اللي قلته هيساعدنا ويغير الصورة. ماله بقى سعد بيه يا راجل؟
ده لسه مطلعنا كلنا. بس ما عملش حاجه للدراويش اللي رموهم رميه الكلاب. ما احنا كلنا اتلخبطنا ساعتها، ما بقيناش عارفين ده بابا ولا لا. هو بس اللي دخل جوه، ما حدش مننا اتجرأ يدخل زيه. بس دلوقتي بيبيع فيها بعد ده كله. بيبيع في ايه؟ في التكيه. وانا لسه شايفه واقف مع الخواجات بيعينوها قبل ما يستلموا. وانت ايش عرفك ان دول جايين يشتروها يا عم حسن؟ يعقوب قال لي. والمصيبه ان ده اتفاق قديم قبل طرد الدراويش. يعقوب ده ابن صرمه، هو اللي كان ورا كدبه الوبا وبيكذب عليك دلوقتي برضو. ايه رايك؟ بس انا بقى شايفه بعناية دول في التكيه. وعموما انا جاي انبه عليكي وعلى جاد، بس انا دورت عليه ما لقيتوش لا في الدكان ولا في الربع. هو راح فين؟ يعني الحجه اللي مع عثمان دي بتاعت الحاره مزيفه. وجدك مات بسببها. جدي؟ ايوه، كان معاه الحجه بتاعت عيله المصري وسببها اتقتل. طب وابويا اتقتل برضه لنفس السبب؟ لا، قتل ابوه كان لسبب تاني، لكن مش بعيد قوي عن السبب ده. ابوك كان بيتكلم زي سعدون ابو ربابه قبل ما يقطعه لسانه. كان بيتكلم عن الكذب والتلفيق والناس اللي نايمه وسايبه حقوقها. طب فعلا ازاي الناس دي كلها سايبه حقوقها؟ اهل الحاره وعيله المصري ليه ساكنين على حقوقها؟ فتوات يا سعد يا ابني. الحاره الاول كانت في الخلا، في مكان بعيد عن الفتوات، لكن خليل باشا جابهم لما ابويا الله يرحمه تصدله. كان عبدون كبيرهم؟ لا، اياميها كان من صبيانهم، بعد كده بقى كبيرهم. وبعد كده جاب معاه النون والدعيدر وهيبه. صح، ادم انت حفظت اساميهم يعني؟ هو انا ينفع انسى الاسامي دي يا عم جد؟ دول اللي قتل ابويا مع عبدون بموافقه عثمان. عثمان ده زي ابوه، قاتل ولص. كل حاجه هنا بالكذب والتزوير، وانا كنت غرقان في كل ده. بس خلاص انا عرفت ابقى مين وانتوا ايه بالنسبه لي. بس انا وعساكر خايفين عليك قوي يا سعد. هي كمان يا عم جد. الانم الان عليا زيكم ويمكن اكتر كمان. بس خلاص خلاص يا عم جد، انا عرفت طريقي. الباب اتفتح قدامي ودخلت فيه. باب ايه؟ باب الحق. حق ابويا وحق جدي وحقكم يا عم جد، لازم اوصله. طب ازاي؟ ده لو عثمان او عبدون حسوا اللحظه. مش هيحسوا بحاجه يا عم جد، مش هيحسوا. هجهز نفسي كويس قوي من غير ما يحسوا. انا قلت لك كلميني في التليفون المره اللي فاتت، شافتك والنار وشافك عبدون. بعد اللي عمله عبدون يا باشا ما عادش يهمني. ما عادش يهمك يعني ايه؟ يعني استحملت كتير قوي يا باشا، ما بقاش ناظر انه يرمي جتته عليا. وضحي، انا ماليش خلق. عبدون يا باشا عايز يرجع يشتغل بلطجي تاني ويتحكم فيا وفي المحل، قصاد انه يرجع لي بنتي. يرجع لك بنتك؟ ولولا رجالتي طردوه كان مد ايده عليا زي زمان. الكلب ده اتجنن؟ بعد كل اللي عملته معاه يعمل كده؟ ما هو يترجع له عقله يا باشا، يترجع لي بنتي وبأي تمن. أنا كل اللي عملته مع عبدون كان عشان ورد. ما تمرش فيه يا باشا، وشكلها كده بقى إني هروح أقابلها وهتعرف إن أمها عايشة، وأخدها بقى في حضني وتعيش في عزي. أنا مش لعبة في إيديكم أنتوا الاتنين، أنا أقدر أمحيكم من على وش الدنيا. اتشطر على لوا دراعك يا باشا. خلاص يا لوزة. ماشي يا باشا، ماشي. انا رايحه لعبدون وهاخد بنتي. استني استني استني، انا ببني لها هنا عشان ابعدها عنه خالص. وبعدك اني هخلص عليه. مش مصدقاني؟ انا متحيره يا باشا، مش عارفه اصدق اقول ايه. اصدق انك عايز تخلص من عبدون ولا تخلص مني؟ انا هخلص من عبدون.
عم حيد على وش الدنيا. سعد تعال يا سعد. دي لوزة. اه طبعا عارفها، كانت دادة هنا في البيت. اهلا يا بيه. اهلا وسهلا. بالاذن يا باشا. وزي ما حضرتك امرت في خلال اسبوعين ثلاثة. وخلي اللي معاكي يفضلوا حواليكي. امرك يا باشا. اتفضلي يا لوزة. عندها مشكلة ولا ايه؟ عندها. انت جبت صورة الزنكوغراف من الولد يوسف؟ هاخدها منه بعد الظهر في الشركة، وممكن ابقى اشيلها في خزنة الشركة. انت الحجة دي قالك في حاجة؟ لا لا لا، حافظ عليها وخلاص. سيبك بقى من حكاية النبعد عن البيت الكلام ده يا طارق. يقطع الامل يعني يا ورد؟ ما بترديش عليا ليه يا ورد؟ سرحت في ايه؟ في الهم اللي انا فيه. انا هلحق اروح بقى بدل ما ابويا يقلبها لي حريق. بس اللي حصل دم اخواني. قصدك حكايه سعد بيه والتكيه يعني؟ افتكر الراجل اللي اسمه الحصري ده كداب يا ورد. ما هو اللي يخلف واد زي اللي اسمه علي ده لازم يبقى كداب ورمه وجزمه قديمه زي ابني. وبصراحه بقى يا طاهر انا بقيت محتاسه في كل حاجه ومحتاره فيك انت كمان. انا ده انا قدامك عامل زي اللهبل يا ورد اللي في قلبي على لساني. ما هو مش معقول برضو الراجل اللي حرى حبيته وطلعكم السجن يتفق من ورانا على التكاية. الكلام ده مش داخل دماغي. يبقى فكري في اللي قلته بقى، او تبعدي عن بيتكم القلق ده وتتستتي معايا. يا سلام، بالساهل كده يعني؟ خلاص المعلم عبدول بقى راجل طيب ووافق وقال لنا مبروك يا ولاد. هيقتلني يعني؟ اسم الله عليه. ما سمعتش عن ناس قبل كده ماتوا في الحارة؟ سمعت، وكان اخرهم ابويا. بس ده كله ما يهمنيش يا ورد. انا اللي يقتلني بجد لو انت غرضك تصديني وخلاص. اصدك؟ طب انت عارف انا بصدك ايه؟ هتقولي كارهه الرجاله بسبب عمايل ابوكي. لا، ببعد شره عنك يا فال. سلام. اهلا يا ولاد. اسال بقى عم جد في اللي محيره. ايه تسالني في ايه؟ شفت سعد بيه مع اللي جايين يشتروا التكية؟ سكتي ليه يا عم جاد؟ ما تحكمش بالمظاهر يا طاهر يا ابني. ما هو ربنا عرفوه بالعقل وهي باينه. وربنا عالم بكل الاسرار. وربنا يستر. تعال تعال اشرب معايا شاي ونبطل كلام شويه. قاعد تاكل مع قاتل ابوك، ده عيشه ملح ولا دم؟ معقول ده يحصل بعد العمر ده كله؟ يبقى كل اللي في دماغك يا سعد ترك من خالي؟ يا ترى يا سعد يا ابني هتعمل ايه مع وحش زي عثمان؟ وتضمن ازاي ان الحقيقه ما تنفجرش في السرايا وتحولها كلها لنار ودم؟ أستر يا رب. أنا ما تلعبش بيا رقاصة وبلطجي، أنا عثمان باشا. مالك يا باشا؟ مسكتين ليه يا جماعة؟ أنا ماليش نفس. دي صورة الحجة بتاعت برنار يا سعد بيه، اتفضل. دي بقى حجته في التكية. أبوك دايما يا جو كان بيتكلم عن حقكم في التكية وعن عظم جدوده اللي مدفون فيها. أيوة فعلا كده. برنار طلع أبوك أونطجي يا جو. وليه ما يكونش برنار هو اللي أونطجي يا سعد بيه؟ قصدك إن الحجة دي مزورة والباشا صدقه لما راح قبله؟ طب وليه سكتوا ساعتها؟ سبق وقلت لسعادتك قبل كده يا سعد بيه ان حكايه عظم جدودنا اللي في التكايه دي خزعبلات. لكن ده ما ينفيش حقكم فيها وانها بتاعتكم زي ابوك ما بيقول. ليه يا جو كده ليه؟
واذا انت مش هماك يعقوب سكت ليه؟ ده روحه فيها. انا اللي منعته ساعتها سعد بيه ما يقولش اي حاجه علشان مصالحك اللي موجوده مع برنار، رغم ان الحجه الحقيقيه مع ابويا. معقوله؟ معقوله يا جو؟ وده اكبر دليل يا سعد بيه يثبت لك ان يوسف يعقوب مخلص ليك جدا، عكس ما انت احيانا بتتخيل. جو، ده معناه ان انا بتعامل مع نصاب. عشان كده عايزك تبقى حذر منه جدا، رغم انه افادنا قبل كده في حاجات كتير قوي يا سعد بيه. يبقى الحاجه الوحيده، اقعد يا جو اقعد، الحاجه الوحيده اللي تضمن لنا لو لعب بديل ولا حاجه هو الورقه دي المزوره. لا، الحقيقيه اللي معاكم دي اللي تثبت تزويره. بس انا اضمن حاجه يا جو، ان احنا نحطها مع المزوره في خزنه واحده. ما تنساش تجيبها لنا بكره يا جو. بس يعقوب ابويا لو ما تقلقش من ابوك خالص، احنا هنلاعب برنار انا وانت لوحدنا. وبعدها؟ بعدها هيجي الوقت بقى اللي نقول له فيه انا وانت برضو مع السلامه. والتكيه بتاعتكم بالحجه، خد خد يا جو، راجع الورق ده علشان انا النهارده ليه نفسي اقعد في الكلوب شويه. انا مش جايبك عشان انت اللي اتحقق معايا يا عبدو. انت صدق كلام رقاصه من غير ما اعرف هي قالت عليا ايه بالظبط. رقاصه بتتكلم عن بلطجي، هيكون ايه الكلام يعني؟ اسمع يا عبدو، مش انا اللي اكون لعبه بين اتنين واطيين زيكم. هي حاجة من اتنين، يا هي تموت يا انت تموت. انت قلت اموت يا باشا؟ او تموتها انت. انت يا عبدو مالك يا شكر؟ ما قابلتوش. انت بتترعش كده ليه؟ كان عنده عبدون، كانوا بيتكلموا بس انا ما دخلتش. سمعت ايه حبيبتي يرعبك كده؟ سمعت اللي مش ممكن اصدقه، دول بيتكلموا على القتل كانهم بيتكلموا على حاجه بتتاكل. سعد شكله بيواجه خطر كبير قوي، اكبر من اللي احنا كنا متصورين. اوعى تكون فاكر عشان قبلت اسيبك هنا بعد ما فتواتك مشوا انك هتفضل لاوي دراعي عشان بنتي ورد. انت غلطان يا عبدون، انا اقدر امحيك بالسجن ده لو ما كانش بالموت. خلينا في الموت يا باشا، من مصلحتنا ومصلحه ورد ان امها تموت. لوزه تموت يا باشا.